أولا نكتب الحرب بشكل صحيح، ما نكتب الحرب شلون ما كانت، يعني مو دليل كتبه هيجي، لا ما يصير. لو الاي يكتبها هيجي والنوم هيجي والنوم الاي يكتبها هيجي والنوم مش، يعني ما يصير. كل حرف على شنو؟ إيه رسم خاص بي، شلون منين انت ومنين انت؟ هذا على مكتوب صف الاول صف الثاني، لازم هسه انت حافظي كل حرف الان حافظي، هاي اول لازم تنتبه عليه شلون اكتب الحرف، وثانيا شلون اكتب الجمله الكلمه والنوم الجملة. الكلمة شلون اكتبها؟ حرف بصف حرف. ومن تجيني كلمة أخرى أخلي مجال بينها وبين الكلمة اللي قبلها. مو أكتب بكيفي. هسه شوف هسه هذا، هذا زين، هذا حسين، هذا قاوي، هاي كتابته مو صحيحة. هذا إبراهيم سجاد، كتابته مو صحيحة. هذا يوسف مصطفى كمال، يعني طلاب جيدين، بس كتابته مو صحيحة. هذا محمد محسن حبيب، هذا علي رضا، هذا علي رضا منتظر، هذا مصطفى، يعني اغلبهم كتابتهم فيه مو صحيحه. هسه انتبه عليه شلون اكتب قاعد. هسه هذه اي اول مره هذا الخط عندي، شوف اي هذا اي، شوف البدايه منين ومنين هذا ويك، هذا ويك واضح حرف صح حرف. جدي كلمة أخرى هي ويا هذه بس شوية تصير فاصل بينها ويك أب، شوف هاي المسافات اللي بين كلمة وأخرى آت أيضا فاصل سكس، هاي سكس وهذه أكلوب أكلوب أخلي بالأخير شنو؟ فارزة ألعب نعم أخلي بالأخير نقطة هالشكل واضح واضح. هسه اجي الثانيه نفس الشيء، هم انتبه عليه اني ارجوك تنتبه عليه شلون اكتب شنو؟ الجمله اي هاي هاي واحد واضح؟ اجتني جول شوف هاي الجي نزلت هنا واضح؟ وهذه الاوه انه اجتني تو هاي تو فاصل بينها وبين جو سكول هاي سكول اس سي اتش او او ال شوف واضحة هاي وحدها هاي وهاي جو وحدها وهاي تو بس مو فاصل كبير فاصل بسيط يعني مسافة قليلة بين كلمة أخرى آت هاي آت وأي تخليها وحدها وهذه أكلوك أكلوك ها فهمنا لا؟ وبالاخير شنو خلي قلنا؟ نقطة اللي هي الفلستون. الوراها اي ووش تي في ات فايف اكلوك، واضح؟ هذه اي هم وحدها. وهذه ووش مسافة عنها. وكلمة بصف أخرى اي ووش. وهاي تي في. وهاي ات. وهذه فايف. وهذه اكلوك. بهالشكل وبالاخير الفول ستوب النقطه، شوف هاي اي وحدها ووت وحدها وتي بي وات فايف اكلوك بهالشكل تكتب بالاكتيفيتي هذا تمرين واعرف شلون اكتب مو الاي ما ادري منين تجي ما شلون تسوي هاي اي هاي الحركه الاولى اي بي هاي هاي سي كيف اجيبها من جوا واديها ما لا خلاص فهمنا ولا لا؟ فهمنا؟ عشان اريد كتابه صحيحه. يلا شكرا.